ثقافة فرعسة تحت شعار لترسيخ البسمة على شفاه أطفالنا، نظمت ورشات في مجال السينما تم من خلالها تقريب المتعلمين من الثقافة السينمائية. حي جبتامك ومحمود أطويف. لأنهم استطاعوا أنهم على هامش فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإقليمي للطفولة، نظمت ورشات سينمائية في مجال السيناريو والإخراج لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية وتقريبهم من مجموعة من المعلومات المتعلقة بالثقافة السينمائية. كما تم تقديم عروض سينمائية وأفلام قصيرة من تأطير النقابة الوطنية للسينمائيين بالمغرب. نشكر الجمعية المنظمة جمعية الشعلة على هذا النشاط السينمائي المفيد الذي امتد لثلاث أيام. كان ختامها فيلم لرواية اللص والكلاب الذي قربنا من رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وخاصة في فترة تهيئ للامتحانات. قريب المتعلمين أو التلاميذ من ثقافة الصورة والثقافة السينمائية التي نسعى جاهدين وندعو باستمرار إلى ضرورة إدماجها في البرامج التعليمية. إنه مهرجان جميل ويعد بمستقبل جميل، أطفال رائعون، وإن شاء الله ستكون برامج سينمائية وستكون أسى عروس السينما المغربية إن شاء الله. جئنا هنا لكي تكتمل فرحتنا بين إخواننا الذين أحسسنا عندهم بأننا لسنا بغرباء، أحسسنا وكأننا في مدينتنا. حقيقة إقليم أسازاك كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، وخصوصا ما لاحظته عند الأطفال والشباب واهتمامه الكبير في عالم السينما. وفي ختام هذه الورشات التأطيرية في مجال السينما تم توزيع بعض الجوائز والتكريمات على كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية. حلت قافلة المواطنة للدراجات الهوائية في دورتها الخامسة إلى